نبقى في ذات السياق ونرحب بالخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي. جلال بيك، أسعد الله صباحك. لربما حادثة كبيرة، وكما سمعنا لربما هو الاختراق الأمني الأكبر، وهذه المرة الاختراق بشكل غريب وطريقة جديدة. اليوم هنالك استهداف وصل إلى 4000 شخص يحملون هذه الأجهزة. كيف تقيم الوضع وكيف تحلل ما حصل؟ شكرا لك يا سيدي، ويسعد صباحكم جميعا. حقيقة هذا الاختراق يعني متوقع للأسف. يعني معظم الأجهزة، معظم معدات وأجهزة حزب الله وكافة التنظيمات المقاومة والجيوش حتى العربية معظمها مخترقة من قبل الموساد. معظمها، أنا أقول معظمها وأنا متأكد من المعلومة اللي بحكيها. وإحنا قبل نحكي عن هذا الموضوع على الجهات الأخرى التي لم يتم اكتشاف أي شيء، أجهزة تجسس أو متفجرات فيها، عليها أن تتفقد نفسها وتتأكد من سلامة معداتها لسلامة أفرادها. هذا من ناحية. أما ما حدث على في جنوب لبنان وحدث في هذا الشيء حدث في الموساد، قام بهذه العملية. حزب الله طلب قبل حوالي 5 أشهر معدات من تايوان، هو يأخذ من تايوان معدات وأجهزة اتصال بيجر. والبيجر، بس دقيقة واحدة نفصل للناس شو معنى البيجر. نعم. البيجر هو تكنولوجيا 80 و90 في الاتصالات، قبل أجهزة الاتصال والموبايلات كان في شيء اسمه بيجر. بيجر يعني أجهزة النداء، يعطيك انه الرقم الفلاني بده اياك، انت بتروح تحكي معه سواء بتليفون ارضي او موبايل او ما الى ذلك. هو اكثر امنا من الموبايلات ويحافظ، يعني يتم استخدامه على اساس انه هو اكثر امنا، اقل كلفه. نعم. عرفت؟ فهذا موجود قديما قبل جيل الموبايلات وتطور التكنولوجيا، وما زال مستخدما حتى هذه اللحظه. نعم. في بعض. نعم. المؤسسات. نعم. يستخدم في المؤسسات، خاصه في المؤسسات الطبيه، لما يستدعوا طبيب او دكتور او يستدعوا انسان ممرض او انسان مسؤول، يبعثوا له بيجر او كول، يعني يعرف انك انت مطلوب لهذا الرقم. نعم. هذا من ناحيه. الناحيه الاخرى، هذا الجهاز يستخدم عسكريا ومدنيا، يعني يستخدم في كافة الاتصال. ما حدث هو أنه شركة في أوروبا، لم يكشف النقاب عنها لحد الآن أي دولة أوروبية، هي التي قامت في تصنيع هذه الأجهزة، والشركة من شركة جولد. تقول تايوان أنها لم تنتجها ولم تبيعها إلى لبنان، إنما شركة أخرى تحمل اسمها، تحمل وكالة عنها، تم هذا. ولكن سيد جلال اليوم وبهذا النطاق، نقطتين لو سمحت. اليوم. نعم. تحدثت أنت عن التوقع، يعني نتوقع صاروخ، نتوقع أن يكون هنالك اختراقات أمنية، ولكن ما حصل هو لربما يعني غير متوقع فعليا. هذا الأمر الأول وأريد إجابة عليه. والأمر الآخر اليوم، هل من المعقول أن يقوم حزب الله، هذا التنظيم المحارب من قبل الدول الأوروبية ومن قبل العالم وغير المرخص، والذي لربما كان في يوم ما على سجلات التنظيمات الإرهابية، أن يقوم بطلب أجهزة البيجر لحسابه الشخصي، وتعلم هذه الشركات بأن هذا البيجر هو لحزب الله، فتقوم بوضع قنبلة أو مواد متفجرة داخله؟ هذه الأسئلة لربما التي تطرح منذ أكثر من 12 ساعة منذ العملية تقريبا. صحيح. خليني أجاوبك على السؤال الثاني بالأول. نعم. هو طلب من تايلاند، هو من تايوان، هو من تايوان. العميل أو الإيجنت تبعهم اللي في لبنان أخذ الطلبية من هذا. هو بالأساس ليست هذه المرة الأولى التي استخدم فيها هذه الأجهزة، استخدم أجهزة أكثر وأكثر وأكثر، كلها تايوان، وشركة في تايوان هو يعتقد أنها شركة مأمونة. لا يوجد شيء مأمون الآن بالعالم، كل يدور، كل بده مصلحته. هو هذه أكثر أمنا، لكن في كل المشترى، في كل، وإحنا كنا أعضاء، وعلى فكرة أنا تخصصي اتصالات وحرب إلكترونية في القوات المسلحة لمدة. نعم. أكثر من 30 عاما. يوجد شيئين في لجنة الفحص ولجنة الاستلام في كل الأجهزة. لجنة الفحص تبحث
هذه من ناحية فنية ومن ناحية أمنية. لجنة قبل لا يدخل إلى الخدمة ويتم تجربته وتفكيكه بواسطة مهندسين وأصحاب خبرة وما إلى ذلك، بحضور مندوبين الشركة التي أرسلت هذه المواد، وتتم هذه في فترة لا تقل عن شهر إلى شهرين، ويتم تجربة هذه الأجهزة من قبل الفنيين الأخرى في لجنة الاستلام. الشغلة ما بتجي هيك بهذه السرعة، يجب أن تكون في دقة، يجب أن يكون في مراقبة، في متابعة، تعامل بمنتهى الدقة، لأن هذه ليست فقط هذا، هناك الكثير هم في البداية توضع الأجهزة هاي للتصنت. يعني احنا اسرائيل، احنا نعرف ان اسرائيل تقوم بالتصنت على كافه المناطق في منطقه الشرق الاوسط وعلى دول المواجهه وما الى ذلك، تزرع هنا اجهزه واجهزه على الطرق وفي اعمده الهاتف وما الى ذلك، وشاركنا وازلنا ايش الكثير من هذه الاجهزه التي تبثها اسرائيل في هنا وهنا للحصول على معلومات. نعم. وليس فقط هذا، إنما أيضا تفخخها في حال اكتشافها أو لمسها تنفجر في من يلمسها، فهذه بدها منتهى الحذر. يعني سيد جلال، حسب حديثك هو اختراق أمني في المرتبة الأولى، ومن ثم اختراق سبراني أو اختراق. نعم نعم نعم، هذه الأجهزة بهذه الطريقة نستطيع تفجيرها عن بعد في إشارة كهرومغناطيسية، في صعقة كهربائية قد تنطلق من طائرة مسيرة، وقد تنطلق من البحر، وقد تنطلق من طائرة مقاتلة، وقد تنطلق من محطة بث من المحطات التي على الحدود اللي احنا نلاحظ أن حزب الله يوميا يقصفها. نعم. أي صعقة كهربائية أو إشارة تفجر هذه كلها. أنا بس بدي أحكي لك لماذا تمت في هذا الوقت. حزب الله قاعد هي هذا تم تفتيخها ووضعها في هذه الأجهزة لاستخدامها في الوقت الذي يخدم مصلحة إسرائيل. الآن هي كانت إسرائيل تخطط عند بدء هذه العملية وعند شن الهجوم الإسرائيلي على حزب الله تقوم بتفجير كل هذه الأجهزة دفعة واحدة، وبالتالي لا يستطيع حزب الله أن يرد ولا أن يقاوم، أو خلينا نقول بتعبير أدق أنه سيضعف كثيرا في الرد، وسيحدث ارتباك ويحدث فوضى في القيادة والسيطرة والرد. ولكن يبدو أنها فشلت سيد جلال، صحيح؟ أو كان التوقيت غير محسوب؟ التوقيت هي الآن عندها معلومات، ولا أعرف إنها صحيحة أو غير صحيحة، أن حزب الله يحضر لعملية في القريب العاجل، فهي أرادت أن تتدخل في تحضيراته وأن تربكه قبل أن يتم تحضيراته لبدئه في العملية. نعم. خاصة أنها اتهمت أن حزب الله أنه قبل 4 أيام أنه خطط لاغتيال مسؤول أمني كبير في دولة إسرائيل. نعم. فمن هنا جاء تعجيل هذه العملية. تعجيل هذه العملية لا يخدوها بالقدر الذي لو تأخرت مع بدء عمليتها سوف يخلق ارتباك. نعم. كثير في حزب. نعم. الله وفي الخسائر، المشكلة خسائر المدنيين. نعم. والمشكلة أنه هناك ارتباك وإعادة ضبط وسيطرة، تضعف الضبط والسيطرة، لكن زي ما حكيت لك إحنا جميعا يجب أن نتفقد معداتنا. نعم. سواء في لبنان أو غير لبنان، لأنه الموساد يستهدف كافة. نعم. أجهزة الضبط. أشكرك جزيل الشكر سيد جلال العبادي الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.